الله الرحمن الرحيم. أخوكم مأمون حوارني ممرض في مستشفى الباطنين للحروق وجراحة التجميل. في خمس دقائق راح نستعرض كم شغلة، اللي هو أكيد كلياتكم سمعتم عن البوتوكس وعن الفيلر. هذه أول شيء المواد راح نتكلم عنها، أنها مواد مو طبيعية. راح نتكلم عن المجسمين، طبعا مو كل المجسمين، المجسم رياضي هذا شيء غير. إحنا اللي راح نتكلم عنه اللي هم اللي يغذون السيليكون، ما راح أقول لكم هرمونات، هي سيليكون. السيليكون إيش هو السيليكون؟ خلينا أول شيء في البداية نوضح هو السيليكون. السيليكون هو كان في القديم يستخدم في مزارع الخيول أساس تكبر العضلة، هي تكبير للعضلة عبارة عن بالون مش أكثر، بالون ومنفوخ. فالمكوناته بتكون زيت ثلاثية جليسيرين عبارة عن زيوت، وفي منها زيوت للطبخ، والباقي بيكون مسكنات ومضادات التهاب. عندنا النوع الثاني هو عبارة عن سيليكون، عبارة عن معجون بس مش أكثر، مجرد ما دخل العضلة بيتخون بصير عبارة عن معجون. المشكلة بهذه المكونات إنه الجسم ما بيمتصها، لا يمتصها الجسم، هي بتكون بالعضلة بس مش أكثر، عبارة عن دوائر مثل ما تفضل الدكتور نواف. مشاكلها كبيرة طبعا، منهم المشاكل النفسية وبتر العضو المحقون والعجز الجنسي. في حطينا لكم بعض الصور من بعض المرضى، وفي ترى صور موجودة عندنا الحين بالبابطين في المستشفى. هذه هو العضل المحقونة، بصير فيها تليف لأنه الجسم ما بيمتصه، بما أنه ما بيمتصه الجسم بعد فترة راح تلتهب، الالتهاب راح يعمل استئصال، الاستئصال راح يكون العضلة مع السيليكون المحقون، بالنهاية راح تتسكر طبعا، راح تخلي تشوهات. لسه نكمل. هذا هو عبارة عن معجونة تطلع بس مجرد الضغط عليها، وهذه بعد التنظيف وراح تظل طبعا مفتوحة لفترة معينة مع غيارات يومية لمدة 3 أيام وما فيها أي مسكنات. هذه عندك صورة. طيب هذا اللاعب هو عبارة عن كان يعتبر بطل، هو إيراني، وهذه العضلة ومن هو اللي كان ماخذها، كان حاقن سيليكون. هذا المادة الموجودة داخل العضلة صورنا لكم إياها. هذا هو العضل، هذا كان عضل في البداية، كان عضل حقن سيليكون، انشال السيليكون مع العضل صار عبارة عن جرح كبير، راح يظل ينعمل غيارات لمدة تقريبا 14 يوم ما في مسكنات، وهذه هي النهايه. شباب شفتوا اللي قاعد اللي يغزون الامور هذه؟ ترى قاعد يغز شغلات نفس هذه، شوفها يدخل جسمه نفس هذا. ايش قاعد يصير فيه اول ايام؟ ريجه ينشف، شفاته تبيض وتزرق وتحمر، الوان يعني قصدي يصير فيها، ويكون تعبان، وتشوف جسمه صار منهك، انه لحد الحين دخل بجسمه شيء جديد يبي يغير شكل الجسم. ترى هذا قاعد يستخدمه، هذول الامور قاعد يستخدمه. شوفوا شوف شوف شنو الصورة شايف؟ شايفينها؟ ما يصير.